اهلا بحضراتكم، معانا لفقره الحوار اللي بيشرفني جدا يكون ضيفي فيها الاستاذ ناصر السلموني، رئيس الاتحاد الدولي للصحافه العربيه. اهلا بيك استاذ اهلا ناصر، وسهلا كل سنه بحضرتك، وحضرتك طيب عشان العام كل الجديد. سنه وجميع اهل مصر والاخوه المسيحيين بخير وبصحه وسعاده. وحضرتك طيب يا فندم. استاذ ناصر، بعض الدول، انا قلت في الاول حلقه ان بعض الدول اتخذت قرارات فرديه بتكسر الحلقه غير المفهومه اللي بتخلي كل دول العالم مش عايزه تدين اسرائيل بشكل صريح، ولا في مجلس الامن ولا في العلاقات التجاريه تتخذ موقف او تقول. ماليزيا قالت ما حدش يطير عندي، مش هنستورد من اسرائيل حاجه عشان المجازر اللي بتعملوها في غزه. جنوب افريقيا رفعت قضيه في محكمه العدل الدوليه. ازاي تستقيم هذه الاجراءات الفرديه مع قدرة إسرائيل اللي مش مفهومة برضو؟ ريت حضرتك تساعدني في إن أنا أفهمها أنا والسادة المشاهدين، في إنها تقمع رأي كل هذه الشعوب وما تخليش أنظمتها تفتح بقها تجاه اللي هي بتعمله. إزاي تستقيم بقى مع إنه إسرائيل مش هممها وبتقول إن أي إجماع دولي ضدنا ملوش، مش هيخلينا نوقف الحرب يعني؟ حضرتك الوضع مش مفهوم، لا الوضع مفهوم جدا جدا. لو رجعنا بالذاكرة، أول دولة اعترفت بإسرائيل كانت الولايات المتحدة، وده كان سنة 49 و 48، و 49 أصبحت عضو في الأمم المتحدة. منذ ذلك الوقت وأصبحت إسرائيل هي الابن المدلل لأمريكا، بعد ما كانت الابن المدلل لبريطانيا. بريطانيا أمريكا بقى بعد الحرب العالمية الثانية خدت ركب التقدم، أعطتها وعد بولفر والكلام اللي احنا عارفينه. أصبحت إسرائيل هي التي تتحكم في العالم اقتصاديا، ولذلك احنا نقول القوة الاقتصادية هي التي تسيطر على العالم. أصبحت إسرائيل تتحكم في العالم اقتصاديا عن طريق اقتصاديا حكومة في أمريكا ولا إيه يعني؟ وهي التي تسير أمريكا، ولذلك يعني هي اسمح لي بس عشان لو في حاجة تستحق المساءلة أسأل حضرتك بس، أو التوضيح الاستضاح يعني. دلوقتي إسرائيل دولة اقتصاديا مش عظيمة وعسكريا مش عظيمة، لدليل إن عمالة تطلب معونات من أمريكا، ويعني بتتحكم عن طريق اللوبي الصهيوني اللي بتحكم في انتخابات أمريكا ولا إيه؟ أيوة طبعا، هنا إسرائيل ليست هي إسرائيل الموجودة حاليا في فلسطين، ولكن إسرائيل هي عبارة عن مجموعة، هي اللوبي الذي يسيطر على كل مقومات الحياة في أمريكا ومعظم دول العالم اقتصاديا وإعلاميا. اقتصاديا هي التي تسيطر على فعلا العالم، إعلاميا هي التي تسوق لكل الآراء التي تدعم إسرائيل. ولذلك نجد كل دول العالم تسير خلف أمريكا في أن هي تعتبر حماس هي المنظمة الإرهابية التي يجب القضاء عليها، وهم لا يهتمون بأي شيء يحدث في غزة. أيوة فندم، حماس منظمة إرهابية يجب القضاء عليها، ده مفهوم، إنما إن نقضي عليها بطريقة همجية تتسبب في 50. امبارح كان معايا كاتب كبير فلسطيني على الهوا، قال لا يا فندم دي الأرقام اللي قدروا يلاقوها، ده في زيهم تحت الأنقاض وفي جرحى قد اللي يعني. احنا بنتكلم دلوقتي في 100,000 جريح وبنتكلم في 50,000 شهيد. هل دي طريقه منطقيه للقضاء على منظمه ارهابيه؟ حضرتك الامم المتحده عندها ماده تقول ان هو تمنع وتحرم وتجرم الاباده الجماعيه. اسرائيل وخلفها دول العالم، امريكا، فرنسا، بريطانيا، كل دول اوروبا نجد أنها معها وتشجعها على القضاء على حماس، وليس حماس فقط ولكن على قطاع غزة، بل وتعدى الأمر إلى الضفة الغربية. إذن هي إسرائيل تسيطر على العالم وتجبر العالم على أنه يتبعها في إيه بقى؟ في عدم وضع أي بنود تسمح بعرقلة ما يقوم به من مواصلة الاعتداءات حتى تصفية غزة نهائيا. طيب
خليني قبل ما أعود بتفصيل لقضية جنوب أفريقيا اللي رفعتها في محكمة العدل الدولية، أسأل حضرتك، الشعوب بدأت بعد يمكن بعد الأسبوع الثاني من حرب غزة تدرك أن ما تسوقه الآلة الإعلامية الغربية في أمريكا وفي إسرائيل وفي الناتو كاذبة، وإنه الحقيقة أن الفلسطينيين لا حول لهم ولا قوة، وفعلا بيمارس ضدهم مجازر وإبادة جماعية وجوع وموت للأطفال، بدليل أن الأرقام الرسمية المعلنة أكثر من تلتينها من النساء والأطفال. طبعا. هل هذه الشعوب لا تستطيع إجبار أنظمتها ولو بتغييرها ديمقراطيا في الانتخابات على أنها تتخذ موقف إلى جانب هؤلاء الضحايا؟ احنا بنرى المظاهرات في كل مكان حتى أي. أمام البيت الأبيض أي. ولكن هل هذه المظاهرات تستطيع أن تؤثر على متخذي القرار؟ حتى الآن لم يظهر أي شيء. يبقى هذه الشعوب عاجزة على شيء مهم جدا، وهو إجبار صناع القرار في بلادهم على اتخاذ موقف موحد ضد الآلة الحربية الإسرائيلية. لكن الأنظمة بتخشى من الانتخابات. يعني النهاردة في مداخلة الدكتور أيمن سمير قال إنه الزيارات المتكررة لوفد الكونغرس ورئيس المنطقة القيادة المركزية في أمريكا وكل المسؤولين من مستويات رفيعة في الحكم في أمريكا بتيجي عشان عندها أمل تخلص الحرب دي عشان الانتخابات التمهيدية، لأن بايدن أسهمه نزلت جدا وبيستثمر ده دونالد ترامب، فقد يعود بقوة بسبب ضعف أداء بايدن في العموم وما زاد عليه أداؤه في هذه الحرب. أما ناخد الموضوع من ناحية أخرى وهو رأي نتنياهو إن الحرب مستمرة حتى إبادة قطاع غزة، الحرب مستمرة ولا يسمح بعودة المهجرين من شمال غزة إليها مرة أخرى، الحرب مستمرة حتى يستطيع إعادة المستوطنين اللي هم هاجروا غلاف مستوطنة غلاف غزة، الحرب مستمرة. يبقى هنا الحرب مستمرة، من الذي يتخذ هذا القرار؟ نتنياهو. على أي شيء يعتمد؟ هو يعتمد اعتمادا كليا على الإدارة الأمريكية، سواء كانت الإدارة الأمريكية بايدن أو غيره، فهم لا يستطيعون التخلي أبدا عن مين؟ عن إسرائيل. يعني حضرتك تقصد أن حتى لو دونالد ترامب جه عادي جدا برضو حيكون استخدم الورقة دي ضد بايدن، لكن هو مع إسرائيل. لكن هو برضو مع حضرتك راجع كل الرؤساء الأمريكان، أنا أجد كلهم كانوا مؤيدين لإسرائيل في قراراتها. من الذي يستخدم حق الفيتو ضد أمريكا إسرائيل؟ طبعاً هي أمريكا. لكن مش منظور أبداً أنه يتغير الرأي الساسة الأمريكيين في هذه القضايا. أنا أعتقد، وأنا قلتها حتى قبل كده في كذا لقاء، أنه السياسة الأمريكية هي المشجع الرئيسي لمين؟ لإسرائيل مهما تغير الرؤساء الوزراء الأشخاص. طيب خلينا نروح بقى لقضية بتاعت جنوب أفريقيا، إيه تفاصيلها وإيه اللي ممكن يجنى منها، خصوصا أنه أفتكر رئيس محكمة العدل الدولية عمل زيارة لغزة وقال أن ده ممكن يرفع فيه قضايا جنائية لأن دي مظاهر إبادة جماعية، وكذلك أمين عام الأمم المتحدة سكرتير العام وهكذا. حضرتك، محكمة العدل الدولية في لاهاي هي محكمة تحكم في النزاعات ما بين الدول، زي ما احنا شفنا موضوع طابة. محكمة العدل الدولية لا استئناف لحكمها، ولكن هنركز على ولكن قدرة هذا، ان هي لا تستطيع ان تطبق لان ليس لديها الآلية في تنفيذ ما تحكم به، مش زي الفصل السابع بتاع مجلس الامن كده، ما فيش اي. وبعدين حضرتك تعالى، كل المنظمات التابعة للامم المتحدة بما فيها الامم المتحدة، هل تستطيع أن تنفذ قراراً واحداً ضد إسرائيل؟ عندنا ثلاث قرارات. لا طبعاً. لم تستطع أن تنفذ أي شيء. لا طبعاً. أب هنا إيه موضوع جنوب أفريقيا؟ ممكن تتراجع وتقول إن أنا اتفهمت غلط والسياق تم اجتزاؤه علشان المندوب بتاع إسرائيل قال يستحسن تستقيل. حضرتك، الأمم المتحدة زي جامعة الدول العربية زي غيرها من الأمم كلها عبارة عن مسميات ولكن لا تستطيع أن تنفذ ما تقول. حضرتك، جنوب أفريقيا معها أربع دول
كلهم قدموا نفس الشكوى أن إسرائيل. مين في الدول الثانية؟ في جيبوتي، جزر القمر، في أفريقيا، بنجلاديش، كذا، بوليفيا. طب ده بوليفيا في أمريكا الجنوبية وبنجلاديش في آسيا. يعني خمس دول. كل هذه الدول هل يعني سهل طبعا وجود أدلة على الإبادة؟ هي الأدلة موجودة. هي الأدلة يعني كويس إنه الإعلام العربي بدأ إنه ينقل وبدأ يخاطب باللغة. الرأي العام صحيح الخاص بالشعوب دول العالم كلها. ولكن تعالى حضرتك بص على حاجة مهمة جدا، احنا عندنا الأدلة وعندنا ما يصيب الشعوب، سواء زي ما حضرتك قلت الأطفال والنساء والعنف، سواء كان هو عنف جسدي أو عنف معنوي وغير ذلك مما يحدث من هدم وتهجير وكل شيء. هل تستطيع محكمة العدل الدولية إن هي تنفذ أي قرار؟ هو هيروح يزور ويأخذ. تمن بجاحة إسرائيل بتقول إيه؟ إن أنا هروح أحضر جلسات محكمة العدل الدولية لأثبت العكس، كذب جنوب أفريقيا وغيرها. طب هل يا فندم في شواهد على مسألة إنه الاحتلال بيسرق أعضاء من جسامين الضحايا في غزة؟ طبعا في 80 جثة من الجثث التي تم تسليمها إلى الجانب الفلسطيني، هذه الجثث تم تسليمها مشوهة مسلوبة الأعضاء وتم تسليمها إلى الجانب الفلسطيني في معبر كرم أبو سالم. وأنا أجد لما السلطة الفلسطينية طلبت إيه، مين هم دول، أسمائهم إيه، أب أنتوا قتلتوهم فين، إيه الأماكن التي تم قتلهم فيها، أنجد لم يعطوهم أي بيانات عن ذلك. وبعدين هو طبعا مسألة التشويه ممكن تعزى إلى الحرب، لكن سرقة كلية، سرقة لا هو بيسرق كبد، سرقة يسرقها ليه؟ ليستخدمها في العمليات الخاصة. طبعا دي مفهومة بيه. لكن يعني دي ما لهاش دعوة بالحرب، الحرب مش هتنقص كلية، هي سرقة. ما هو الجانب الإسرائيلي أساسا مبني على سرقة سرقة الأرض، سرقة كل شيء. طيب يعني عايز اخد رأي حضرتك كده في كام حاجه سريعه. يعني اغتيال اسرائيل لصالح العروري الشخصيه الثالثه في حماس، ايه رايك في هذه الخطوه؟ وحضرتك اسرائيل بتفتح عده جبهات للحرب، تلوف في جنوب لبنان، لبنان، العراق، اليمن، في كل مكان حاليا في جبهات مفتوحه لاسرائيل. طب هنا دلوقتي صالح العرور ده نسبة إلى قرية اسمها العرور، وأناجد جنوب لبنان ولا في 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 الضفة الغربية في فلسطين، وأناجد إن هو من مؤسسي كتائب عز الدين القسام، وتم أسره وخرج من السجون الإسرائيلية سنة 2010 وتم طرده من الأراضي الفلسطينية، فذهب إلى مين؟ إلى بيروت، في جنوب بيروت وأقام المكتب الخاص بحركة حماس. تم هدم منزله في أكتوبر الماضي يعني واحد، وتتبعه بقى حتى قتله، وتتبعه في مكتب بطائرة مسيرة وتم قتله هو ومن معه. طيب عايز أسأل حضرتك سؤال أخير باعتبار أنه معلش فاضل لي دقيقتين. يعني تقييم حضرتك كصحفي مهم للجهود المصرية والمطالبة، مصر بتعلي السقف جدا، لا بتتكلم بس في تبادل أسرى ولا بتتكلم في هدنة ولا بتتكلم في وقف إطلاق، دائما تتحدث عن ولغاية النهاردة وفد الكونجرس عن مفاوضات مباشرة ودولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. هي مصر لا تؤمن إلا بشيء وهو لابد من حل الدولتين، أي هي الخاصة بما قبل خمسة يبقى لابد من حل الدولتين، لابد أن تكون القدس هي عاصمة إسرائيل، لأنه إسرائيل أصدرت قرار بالكونجرس في 67 بضم القدس واعتبارها مين عاصمة إسرائيل. يبقى هنا مصر تمنع التهجير الخاص بالفلسطينيين، مصر تطالب بالدولتين اللي هو نص عليها قرار الأمم المتحدة عندما اعترفت بإسرائيل دولة من الدول رقم 49 في الأمم المتحدة، أن هو لابد من حل الدولتين
عودة اللاجئين وتعويضهم. ده في قرار قرارات الأمم المتحدة. مصر تطالب بكل ذلك، ومصر مع القضية الفلسطينية منذ بدايتها. ولا تتخلى مصر ولا ترضى بأي شيء إلا بشيء واحد فقط، وهو عودة اللاجئين، وفي نفس الوقت عودة العرب اللي هم تم تهجيرهم قسرا، عرب 48 48 اللي هو بيطالب بن غفير ان هو لابد من اجلائهم وابعادهم عن فلسطين. طب هل الظروف الحاليه والخساره البشريه والماديه المرعبه اللي بتخسرها اسرائيل واللي بتخسرها امريكا بالتبعيه والدول اللي بتساعد اسرائيل بقى في الاتحاد الاوروبي وكده، هل دي فرصه لبدء خطوات حقيقية في هذا الأمل ولا برضو مفيش فايدة؟ هو الشعار الخاص بنتنياهو بن غفيري، الموت للعرب. لابد من وجود دولة اللي هي إسرائيل، دولة صهيونية لا وجود للعرب على كامل الأراضي، على كامل الأراضي. يبقى هو هنا مستمر. أنت حضرتك مين شريك نتنياهو في الحكم؟ بن غفير. بن غفير هنا اللي هو حركة كخ الإسرائيلية كانت مصنفة منظمة إرهابية في إسرائيل وفي أمريكا، إزاي هو يبقى يتولى الحكم؟ بتحكم. بشكرك يا فندم جدا يعني على هذه الإيضاحات القيمة، شكرا جزيلا للأستاذ ناصر السلموني رئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية، شرفتنا يا فندم. أهلا وسهلا. بشكركم مشاهدينا، وبكرة إن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة. تصبحوا على كل خير.